دخلوكم في المعركة وهم جابوا المعركة هم جابوها هم جندوا الجنجبيل وقتلوا أهلكم في جبال النوبة وقتلوا أهلكم في نيل الأزرق وجابوهم تاني واختلفوا معهم ودقوا معهم زخيرة وجابوكم انتوا عشان تحموهم. اتخيل انت قادر تفهم الكلام ده كله؟ قال والله عسكري تسأل تقبض من أذانه كده تقشط فيه وكف كده لما يقع تقول له اسمع انت عسي قاعد في الجيش دي اسمه بقول لك قال حقوقي حقوقك بدوك طلقة بدوك طلقة في ميتين أبو أهلك طلقة بدوك والله بقتلوك يا أخي أحمد طيب وطنيتي أقوى الطرف شيل بندقيتك أهو أهو الجنجبيل بطول وطا كده لما يندقوا برام بس شمالين برام يندقوا مع الجنجبيل والدق يسخن بقول يا غرام أنوبة أهم شنو؟ سلم وليد أجبنا سلم تسلم سلم وليد أجبنا السلطة سلم النوبة سلم السلطة للنوبة سلم السلطة للنوبة سلم السلطة للنوبة قسما بالله والله أنا ما أقول شهيد أقسم بالله الذي رفع سماء بالعمل يوم السلطة استلموا النوبة الغرابة على بكرة أبيم أنهنا مع النوبة و50% من الشمالين طبعا هيرضخوا طبعا هيقوا دكوة يقول لك خلاص احنا مع النوبه ما عندنا مشكله اضربات اوريدي كده ساكنين مع النوبه اوتوماتيك كده عرفتوا كلامي فخلاص الجنجبيل بينهار بدون ما نرفع له قصبه شفتها مش قصبه قصبه غير بجد سلاحه وبجري انا برجيكم ورا لما النوبه فاتوا القصر الجمهوري حميدتي بكى واي والله وانا هنا ويا جماعه في ناس بقفل لها الكباري وفي ناس بفتحوا لها خايف من النوبه ليش نوبه اصحوا يا نوبه قوم على حيلك يا نوباوي اتكل عليك انت الفرصة جاتك انت طبق من ذهب انا هنا هنديك سبورت يا كنوباوي كده انت نوباوي تعبان ومشلحط ومقطع وما قادر تاكل زينا هنا يا اخي طيب الفرصة فرصتك انت بنديك سبورت والله يا دارفوري ما بدي سبورت للنوبة والله نركب لك الدنيا نهار والله نركب لك الشمس فوق اي دارفوري ما بقدر بنبله لسانه بيقدر يتكلم في النوبة ابوك منو انت دارفوري تتكلم في نوباوي أمر إذا فده فرصتكم يجب إسقاط السلطة من الشماليين القاعدين يقتلوا أهلنا بطريقة هم صنعوا الحرب وهم القتلة هم المجرمين فما في شمالي يجي ينطلي يقول لي قال خلينا مساكين وبتاع انت ما هو يا زول انت عسل قاعدين على اللغلي دي العساكر الضباط بتاع الجيش قاعدين على اللغلي هنا وساخدكم من الجبال دي فترتوا ذاته من التعليق يدكم ذاته وجعتكم لأنه ما قد أستجيب لتعليقاتكم تمام؟ فهوي تتبلوا جد تتبلوا وما تدوا فرصه ركزوا في التعليق في الصوتيه بتاع الدول ده انا بكرر لكم تاني ركزوا كويس في الصوتيه دي بس ركزوا قلت دار تسحب النوبه من الجيش احنا والله ارجل منك والدعايات والكذب المورض والله ارجل منك وان شاء الله ما المعركة حقت الخرطوم إن شاء الله كلها ما زالت وقت تنتهي الله في الغرة خلي المدينة هي مدينتنا هذه رفاعة شرق الجزيرة اللي بتعرفها أكثر من نصه كان النوبة عايشين معانا في أمن وما في منزات زول عنده علاقة بجبال النوبة ولا في والله في ناس الواحد عمره 30 سنة جبال النوبة ما شافها ولا عنده ولا للنوبة ولا عنده مكان ذاته في جبال النوبة دير أصبحوا جلابة شوف قال لك ما عندهم شوف 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 بجوك بفوق كيف شوف الناس الخسيسين كيف شوف الناس دي الوسخين كيف؟ طيب الجنوبيين اللي كانوا قاعدين في الخرطوم عشان اوريكم انه الناس دي كذابين ومنافقين ودجالين وحقيرين يقول لك قال النوبه اللي قاعدين معنا في الشمال ديل ما عندهم علاقه بجبال النوبه ولا عندهم ولاء للنوبه هم اصبحوا جلابه طيب اذا كان الامر كذلك شوفوا الدينك اللي كانوا قاعدين في الخرطوم مش كان جلابه لما انفصل الجنوب مش قال لهم امشوا بلدكم؟ طيب الدارفورين طيب ناخذ بنفس الكلام ده الدارفورين كويس ما جنجويت يا زول يا زول يا زول ابيض يا زول ابيض يا زول هو ما تقل ادبك يا زول القباري يا زول القباري يا زول انت عفن ولا شنو طب انت بتعرف شنو القبائل السودانيه تعرف لهم شنو امرك روحك يا زول طيب فده كذب يا زول لو فصلوا جبال النوبه ها طوال النوبه اللي قاعدين هنا بتضربهم وناخذ بنفس كلامه طيب انت قلت يا اخي النوبه الموجودين في الشمال ما عندهم علاقه بجوار النوبه صح اصبوا جلابه طيب اذا الدارفورين القاعدين في الشمال اصبوا جلابه ولا كيف شفت على هذا الكلب شفت على هذا الكلب كيف
شفتها؟ فتح مخك يا زول، كدارفوري كانوا بقى كده. الزول ده قال لسه في ناس ما فيهم. نكرر لكم النقطة تانية، خلينا نكررها لكم. اسمع. احنا والله ارجل منك، والدعايات والكذب المورد ضع، والله ارجل منك. وان شاء الله المعركة حقت الخرطوم ان شاء الله كلها ما زالت وقت بتنتهي. وتاني ما دارين اي، والله تاني اي دارفوري شفته في الخرطوم نشوفه، والله تاني شفته دارفوري ما يقعد معانا في الخرطوم، ولا يقعد معانا في مدني، ولا يقعد معانا في بورسودان، ولا يقعد معانا في الجضارف. اي دارفوري تاني مش بلده بس. طيب لا خايف هنا صح؟ طيب نسمع النوبة، في النوبة قال شنو؟ قلت دار تسحب النوبة من الجيش، دار تسحب الدارفوري من الجيش. يا اخي ما تسحبون يا اخي، والله عسى هذا عسكري نوبة بنسخ فيهم، ولا دارفوري بنسخ فيهم. شفت النوبة اللي عايشين معانا في الشمال وتربوا معانا في الشمال دير، والله على عيننا وراسنا، ولا بلد عايشين معانا والله في الغرف. خلي المدينة، ايه مدينتنا هذه رفاعه، هذه شرق الجزيره لو بتعرفها، اكثر من نص سكان النوبه عايشين معانا في امن وما في ذات زول عنده علاقه بجبال النوبه، ولا في والله في ناس الواحد عمره 30 سنه جبال النوبه ما شافها، ولا عنده ولا للنوبه، ولا عندهم مكان ذاته في جبال النوبه. دير اصبحوا جلابه. طيب قال اي دارفوري بنلقاه ما عنده معنى حاجة، طوالي يفوت. ذكر الخرطوم واد مدني وأي محل يفوتوا، لكن لما جاء النوبة قال لك ما بنسخ في أي عسكري نوباوي ولا بنسخ في أي عسكري غرباوي. رجع طوالي لما يشوف النوبة والغرابة يتهدوا بياكلوا الجنجويتي بيركبوا، طوالي رجع قال النوبة الموجودين في الشمال ديلك أخواننا وما عندهم ولا لجبال النوبة وما بعرفوا جبال النوبة، وديلك أهلنا نحن وهم ذاتوا أصبحوا جلابة. طيب بنفس الكلام ده اذا هو صادق واذا هم صادقين هنا في اللايف وهاي تعليقاتهم زي ركبتهم دي، الغرابه اللي قاعدين في الشمال برضو يعتبرهم جلابه ولا عندهم علاقه مع دارفور. ركز تمام يا زول، انسحبوا من المعركه بس خلوهم هم الجنجويد، انسحبوا من المعركه يا روبا، انسحبوا من المعركه يا غرابه، انسحبوا من المعركه يا جماعه، انسحبوا. والاستنفار ده الحمد لله جماعتنا تحياتنا لكم ما شغالين بالاستنفار، ما في دول يمشي يا جماعه، رؤيتهم واضحه، برنامجهم واحد، وساختهم واحد، هم عرب والجنجويت عرب، خليهم بلوا بيناتهم، ما عندنا اي حاجه دول ابدا منه. شوف ما طيب برضه ياخذ الغرابه الموجودين ساكنين هناك يقول ده ذاته اصبوا جلابه وما عندهم علاقه بدارفور، خليه يشيلهم، خليه يفصلونا نحن نمشي. لكن عشان تعرف ويسخ طوالي سحب كلامه سريع، لانه لو دق النوبه برضه القاعدين هناك وحسي كده دقهم، حسي كده دقهم، انت قال لك النوبه دي طير ولا بهايم. اشطر دكتور على مستوى السودان الدنكاوي النوباوي، واكثر زول بيتكلم لغه انجليزيه بطلاقه النوباوي ولا 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 والدنكاوي. يعني انت امشي الدينكا والناي كده وانت ماشي قدام، امشي برضه جبال النوبه وامشي للدمازين القبائل في الدمازين، لكن بس يعني الناس بياخذوا بالنوبه والدنكاوي، لكن الدينكا كده تمشي الشلوك والنوير والكاكوا والبتاع بيتكلموا انجليزي بطلاقه. واكثر زول دكتور قلت لك شطار جدا ما تسمع، واكثر زول ترزي، يعني احنا كنا نودي لهم البناطلين نقول الافرنجي، نقول له ده ترزي افرنجي، الترزي ده ترزي افرنجي. والله جد لا تسمع يا زول، حسي ده هنا ده في البلد ده. شوف لما الخواجات اختلفوا مع البلاكات في امريكا، لما دخلوا البلاكات في التعليم اتفوقوا على البيض. والله جد حسي هنا ده في السنغاليين والماليين اتفوقوا على الفرنسيين الاصليين. ما مساله بتاعت تعليم بس، مساله بتاعت فهم بس، مساله بتاعت انك انت تخش المدرسه بس. صح؟ ده بس هم يقول لك العبيد دي ما تخليهم يتعلموا، لو والله يا اخي ركبت فيها بعد ده ركبت ليه ميتين ابو اهلك بعد ده ما بتبرك، انتوا رجال صح، هاي خلونا نحن حطونا في مكان اخواتنا، انتوا مش عزيزو ده قال لنا نحن ارجل منك صح، بس دي اللي انا دايرها منك. ازور والله ابشر، ازور ابشر، الرب ابشر على الطلاق قدام بس، ازور والله ابشر، ازور قدام بس، ازور والله قدام بس، ازور والله قدام بس، ابشر ابشر يا زول، ابشر ابشر يا زول كويس، بس دي الدايرين ودي المهريه فوق
كونكم انتم مش رجال ارجل مننا دايرين تركبوا الجنجبيل بس. رساله لاولادنا ينسحبوا من الجيش، ينسحبوا من اي معارك، خلوهم الشمالين برام العرب يفجروا العرب بس، وتاني ما بيتفقوا. ما ابشر هذول، هذول ابشر ابشر حرام ابشر. ما تسمع يجي يقول لك قال نحن والله انتم من المفترض تصنفوا الحكومه بس ما تشملونا نحن كلنا. القدير يردوا لينا دي الحكومه، القدير يردوا لينا دي الاحزاب، القدير يردوا لينا دي الحريه والتغيير، ولا نحن جايين من كوكب ثاني مع فاهمينكم وعاجنينكم وخابزينكم من زمن موت قرن ومن زمن حرب الجنوب. واي زول يجي يقول لك قال انا والله قال انا ما اعرف. ما تعرف؟ يا زول انت ما عارف؟ هسه عرفته طبعا الليله عرفته صح؟ آه. بس خلاص هي مشكلتك مع الجنجبيل. انا هنا خلينا بس. الله جعلها الله جعلها الله جعلها. انا هنا وناس اذكياء بنفهم يا زول. شفت انا قال سحب كلامه كيف؟ شفت ابن الحرام ده سحب كلامه كيف؟ افجغوا لي يا جماعه افجغوا لي. افجغوا لي الكلب ده افجغوا لي الكلب ده. حياة عبد الملك دي ما تشتغل بقى. حياة عبد الملك دي ما تشتغل بها. هي دي ذاتها مدعية بالعروبة. كل المحص والسكوت والحلفاوين والضناغلة ديل هم نوبة. لكن شوية كده شفتها البنية اللي قاعدة في التيك توك دي اسمها منو؟ في التيك توك دي اسمها منو؟ أنا ما أعرفها. كويس؟ الولد المات ده كان عمل معاه آخر لقاء كده في التيك توك ويتوفى الله يرحمه. زول بشوش كده هو نوباوي. فلما قام يتكلم معاه بلغة النوبيين فهم طبعا متحربين برضه من الموضوع بتاع الـ بتاع الـ بتاع الافريكانيه دي ما بدوروها. ما هم لو اصلا كان هم افارقه ومقتنين بافريقانيتهم كان وقفوا مع اهلهم النوبه، ما بدوروا على الفكره. والكلام ده انا ذكرته، الكلام ده قديم، ما نازل شمالين دول كلهم واحد، وهم واحد بس انعصروا بس. انعصروا بس، انعصروا عصرت كلب في تكون اكل شرموط. فهم واحد، وانا ده اديك في نقطه كده يمكن في ناس صغار لكن قبل كده انا برضه قلتها. فعلقوا ساعه كده يا جماعه، انتوا تعليقكم ده انت عارف بيزيد للصفحه يعني هناك كويس كده سبورت يعني. كل ما تعلقوا كثير الصفحه بكون فيها سبورت عالي يعني. لا لا ما حنان، لا لا ما حنان. اسمها حنان؟ انا والله ما اعرفها غير. المهم محاسن انا قايل حاجه كده. لا لا حياه دي ما هي ما نوباويه لكن مشدقه بالعروبه الوهميه، وبعدين تجوب ساكت تموت هنا، لا تقربت، باقي لها كلها كم يوم تموت، لانه الله قاعد، الله ذاته داري يلمها. فالله ذاته بيلمها، فالله ده قاعد هو خلقها وبيلمها، قربت عجوزه خرفانه كده قربت تنتهي. فموضوع ناي مروه، اي مروه، مروه اي. فمروه هي ما دير صاحبك اللي توفى ذاك الله يرحمه ويغفر له ويجعله من اصحاب اليمين، قاعد في السعوديه. فالمهم لما قام يتكلم معاه بلغه امها كده سحبت الموضوع كده براها وكده اتضبلنت كده زي الـ زي الـ 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 الجداد دقتها مطره. سحبت الموضوع طوال يا زول. ما ادري طبعا التواصل الاجتماعي ده كشف للدارفوريين والنوبه اللي ما كانوا بيعرفوا النوبيين المشدقين بالعروبه الوهميه المزيفه ما كان عارف انه اي دول احمر ولا اصفر كده بيشوفوه بيقولوا يا اخي ده عربي. فالحقيقه التواصل الاجتماعي كشف الناس مسكاجيرو بتاع من هنغري هنغنغي 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 حياه ذاته لما انعصرت جاء طرشت لغه امها طوالي. طرشت لغه امها طوالي. فهذيلا كلهم مشدقين بالعروبه، ونحن مشينا وقعدنا معاهم هناك عارفينهم تفاصيلهم كويس. اي دول عنده سبيبه كده بتاع بزاد يعني مثلا اخواننا اللي بنعامل برضه مشدقين بالعروبه يعني. لا يسمحوا لي يا جماعه، والله جد والله جد هذول تورونا شنو انت هذول؟ انت ذاته فجغوهم هناك في اريتريا جو هنا السودان لشنو؟ البنعامر ذاته شرد من اسوبه هناك لشنو؟ ها؟ شردوهم عشان شردوهم لانه حتى الخواجات ما وقفوا معاهم مشدقين بالدين واخوان مسلمين وكده وبتاع والتفاصيل ده ودارين يحكموا هم يقوا جلابه هناك درشهم لك يا زول جرى هنا يا زول البن عامر الوصلون اللي قاعدين معانا في السودان تقول له انت اريتري بشكلك بضربك ممكن يطلع لك سكينه شرطه اثنين